عليكم ورحمة الله. اليوم سنتكلم عن أفضل برنامج لاستعادة الصور والفيديوهات المحذوفة من الموبايل. لهذا البرنامج ميزتين. الميزة الأولى أنه مجاني في مجال استعادة الصور والملف والفيديوهات عفوا. أما الملفات الأخرى مثلا الملفات المضغوطة أو ملفات البي دي اف أو أي شيء آخر ستحتاج لشراء هذا البرنامج. الميزة الثانية والأهم أنه لا يحتاج إلى روت، لكن عملية استعادة الصور ليست مضمونة 100%. فمثلا تعتمد على شيئين، أولا زمن استعادة الصور، يعني إذا كان الزمن من زمان احتمال استعادة الصور ضئيل، وهل تم تسجيل بيانات فوق هذه الصور؟ إذا تم تسجيل بيانات فوق هذه الصور فهي لن تستعاد، وممكن أن تكون الصور متضررة وغير قابلة للاستعادة. لذلك عملية استعادة الصور أنت وحظك، جرب البرنامج، شغله وشوف شو الصور اللي بيستعد لك إياها. فكرة البرنامج واضحة. اسم البرنامج هو ديسك ديجر فوتو ريكفري، طبعا كمان شهد 5 ملايين داونلود لأن البرنامج فعال نوعا ما. قم بتحميل البرنامج ثم افتحه. هنا يطلب منك شراء النسخة الأصلية، قل له نو ثانكس. هنا اختار المكان الذي تريد أن تسترجع منه الصور، من كرت الذاكرة أو من الذاكرة الداخلية. مثلا من كرت الذاكرة، سأنوه لفكرة أنه سيظهر لك الصور الموجودة على موبايلك والصور الغير موجودة. هنا يطلب منك اختيار نوع الملفات التي تريد استعادتها. كما نلاحظ جي بي جي أي الصور مجانية، والإم بي فور الفيديوهات مجانية، البنج أي نوع آخر من الصور، أما الباقي فهو برو أونلي أي يحتاج إلى شراء. نحن نريد جي بي جي فقط، نضغط أوكي. سيبدأ بالبحث، طبعا اتركه حتى ينتهي من البحث للنهاية، قد يحتاج إلى 5 أو 10 دقائق يعني حسب سعة كرت الذاكرة لدي. أنا لن أنتظر. بعدما ينتهي البرنامج من البحث اضغط على الصورة التي تريد استرجاعها واضغط على ريكفر. بإمكانك استعادة طبعا أكثر من صورة، يعني هنا اضغط على save the file to the custom locations، خيار ثاني، ومن ثم أوكي. هنا في النهاية يطلب منك يذكرك بأن تشتري النسخة الكاملة من البرنامج، اضغط نو ثانكس. ستذهب إلى الاستوديو وتجد أن هذه الصورة قد تم استرجاعها. طبعا البرنامج شغال وأنا جربته، لو مو شغال ما كان نزلته، لكن مو شرط يستعيد كل الصور اللي بدك إياها. الآن سنتكلم عن كيفية حماية صورك أو فيديوهاتك من الاستعادة. يعني مثلا إذا أردت أن تبيع جهاز موبايلك أو تبيع كرت ذاكرة، كيف تمنع المشتري من استعادة الصور؟ أولا تفرمت الكرت، يعني بتفرمت الموبايل، بتفرمت الكرت، بتفضيه من كل شيء. نذهب إلى الكاميرا، نختار وضع الفيديو ونختار أعلى دقة للفيديو بحيث يكون حجم الفيديو كبير. Resolution، نختار الدقة الأعلى. الآن كرت الذاكرة لدينا فاضي ونحن اخترنا أعلى دقة للفيديو. نبدأ بالتصوير، نضغط على تصوير، سيبدأ الموبايل بالتصوير إلى أن يمتلئ كرت الذاكرة. بعدما يمتلئ كرت الذاكرة احذف هذا الفيديو وقم بإعادة العملية مرة أخرى، يعني ارجع صور فيديو بأعلى دقة إلى أن يمتلئ كرت الذاكرة. بذلك إذا أراد أحد أن يستعيد الملفات من الكرت أو من الموبايل فماذا سيستعيد؟ سيستعيد هذا الفيديو الذي قمت بتصويره، وهو فيديو لا يحوي على شيء، شاشة سوداء. أتمنى منكم أن الذي يجرب برنامج ديسك ديجر وينجح معه أن يترك لي تعليقا على أن هذا البرنامج فعال. شكرا للمشاهدة، اضغط لايك وشير واترك لي تعليقا، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وزيارة صفحتنا على الفيسبوك.